أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله نأخذ جزء من آية في قول الله سبحانه وتعالى لتعارف. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. هذه الآية حقيقة تبين لنا أصل من الأصول كما يقول علماء التفسير، أصول المساواة بين الجنس البشري في قضية الانتماء لما يعتقدونه. قضية الانتماء لما يعتقده المسلم، وهذه يخاطب بها المسلمين بالنسبة للانتماء. أما بالنسبة للخلقة فإن الناس يختلفون في خلقتهم بين الأبيض وبين الأحمر وبين الأسود. قضية الخلقة أيها الإخوة من ناحية الشكل، كل مخلوقات الله سبحانه وتعالى تقوم على قضية الاختلاف، حتى الملائكة. الله عز وجل حينما تكلم عن الملائكة قال أولو أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء سبحانه وتعالى. لكن الملائكة يتميزون عن غيرهم بأنهم في مبدأ ثابت من ناحية اعتقادهم بالله سبحانه وتعالى وطاعتهم لله، أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لكن البشر جعل الله سبحانه وتعالى لهم العقل الذي يدركون به، لكنه جعل الاختلاف بينهم اختلاف تنوع حتى تتكامل كل الأشياء. ولذلك تجد أن الله سبحانه وتعالى فاوت بين عقول البشر. هذا التفاوت في النهاية يبني قضية التعارف وقضية التعاون وقضية التناصر حتى من ناحية الفهم. فلو أننا طرحنا هذه الآية لكل واحد منا وقلنا ماذا تفهم منها، ستجد أننا نخرج منها ما يقارب من 100 فهم، كل واحد يفهمها بفهم. هذه الفهوم التي يفهم الناس هذه الآيات تجد أنها في النهاية تشكل هرما واحدا يصل إلى حقيقة واحدة، أن أصل الخالق هو واحد، وأن الله سبحانه وتعالى أراد من هذا التنوع آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وجعل الله عز وجل في نهاية هذا الاختلاف والتنوع بين البشر يتعارفوا حتى يقيموا منهج الله سبحانه وتعالى الذي أراده لهم. هذا المبدأ الأول. المبدأ الثاني أن الصراع الطبقي اليوم يقوم على الاختلاف والتنوع، هو أن هناك من البشر من ينظر إلى نفسه على أنه أرقى وأنه أعلى وأنه أسمى، وأن بقية البشر لابد أن يكونوا تحته وتحت تصرفه، عبارة عن قطعان يتحكم بهم كيفما يشاء. هذا المبدأ ليس مبدأ صحيحا في قضية التنوع بين الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم لآدم وآدم من تراب في الأصل. وهذه نزول حتى نزول هذه الآية جاءت تحقق هذا المبدأ، مبدأ أنه لا فضل لأحد على أحد. ألا لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. ذكر ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في سبب نزول هذه الآية أن ثابت بن قيس، وبعضهم يقول أبو هند وغيره، أن ثابت بن قيس قال لأحدهم يا ابن فلانة، كلم عليه وقال له يا ابن فلانة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة فقال من القائل؟ فقال ثابت أنا قلتها. قال انظر في وجوه الناس. فنظر في وجوه الناس قال ماذا ترى؟ قال أرى منهم الأبيض والأسود والأحمر. قال إنك لا تفضلهم بشيء، إنك لا تفضلهم بشيء، أنت واحد منهم.
لماذا تعيره بأمه؟ لماذا تعيره بلونه؟ لماذا تعيره بجنسه؟ والأصل فيه أن هذا الدين يقوم على قضية التعارف، يقوم على قضية إبعاد العنصرية والطبقية، وكذلك نظرة الشعوب أنها أرقى وأفضل من الآخرين، وأن الآخرين لابد أن يكونوا تبعا لنا وعبيدا لنا. هذا مبدأ الخطأ، وهو الذي يورث الصراعات. اليوم الصراعات مبنية على هذا الأساس. يا أخي، أفريقيا انقسمت إلى قسمين وظل الصراع عندهم عشرات السنين بين الأبيض وبين الأسود، حتى جاء يعني العاقل منهم مانديلا، واستحق حقيقة أن يجمع هذا الرجل بين الأبيض والأسود ويتعايشوا بعد صراع طويل عاشوا. أما نحن فإن المبدأ الإسلامي الذي جاء أنه لا فضل لعربين على عجمي إلا بالتقوى، وأن الله سبحانه وتعالى قد ذكر لنا قضية التنوع والاختلاف، وأن قضية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى يكون بمقدار ما عند هذه الألوان والأجناس من تقوى. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فقد يكون الأتقى أسمر، وقد يكون أحمر، وقد يكون أبيض، قد يكون عربي، قد يكون فارسي، قد يكون غير عربي. المهم أن الجامع بينهم والرابط بينهم هو رابط الإسلام، وأن الأفضلية بالنسبة لما بينهم ليس باللون ولا بالجنس، ولكن بالتقوى. وفقني الله وإياكم بطاعته، جزاكم الله خير. كانت هذه الخاطرة بعد صلاة الفجر لفضيلة الشيخ عبد الرزاق السيد من مسجد معاذ بن جبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.